مرحبا واهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا هذا الموجود. خلينا نشوف الناس شو وضعها بعد 4-5 ايام من رمضان والصوم الصعب. الصوم بكت ايام طويلة بك حام. خلينا نشوف شو وضع الناس. استنونا راح يكونوا معنا حمادة وعنصي وراي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي احنا اليوم موجودين في سوبر ماركت نظمي ابو راشد. خلينا نتفضل ونشوف المفاجآت. شو وضع الاكس عند عمي نظمي ابو راشد؟ شكله غالي. تعال نشوف شو في انواع. تعال نشوف انه احلى. والله الاكس عند عم منظمه اشي من الاخر. السلام عليكم. تعرف على حضرتك؟ ابو واصل. رامي شو اخبار رمضان عندك؟ الحمد لله رب العالمين تمام. والصيام وكله تمام؟ الحمد لله رب العالمين. شو بتحب تقول للامه العربيه في كفر قرع؟ سيكون يعني كل سلام في كل العربية يا رب يسوع حالهم إن شاء الله. شكرا لك أخ رامي. ومعك هدية مقدمة من سوبر ماركت نظمي أبو راشد. كل عام وانت بألف خير ويعطيك ألف عافية. أهلين والله هذا الموجود. يعطيكم العافية. الله يعافيك. أنتم مع برنامج هذا الموجود في كفر قرع. شو الوضع هيك؟ مليح. شكلك صايم. أوه. وليش لابس النظارات؟ يا شمس. هو في مرة صرت تقول بتعرف قد ايه عمري؟ صار كلها لا صرت كله 38. صار كلها كانت نور تجري ولا وبتجنن. وهاي هدية مقدمة من محطة وقود ديزول لأحلى شو اسمك؟ إبراهيم. أحلى إبراهيم. يعطيكم ألف عافية وصياما مقبولا. هذا الموجود. يا عيني على الشباب. شو أخبار الحلوين؟ أنتوا في برنامج هذا الموجود. تفضلوا تبشناكم. معكم رخاص؟ هات شوف الهوية بالله. وين الهوية؟ عرفونا أحالكم يا شباب. محمد حمارشي. وأخونا بالله كريم فناطقة. وجيه مصاروي. يا عمي شو هالزهر اللي بكهر كاهر يا وجيه. قولوا لي شو وضعكم مع الصيام؟ الحمد لله صايمين. الحمد لله رب العالمين. صايمين؟ الحمد لله. الموجود بدي أربحكم يعني بدي أربحكم وانتم بتستاهلوا بما أنكم صايمين فأحلى ربحة. يلا الراعي الرسمي هون لهذا البرنامج اوبتي نايز للنظارات الشمسيه ونظارات النظر. في هاي اللعبه شايفين الكلب جوا الحديده. الكلب لازم يبقى برا الحديده. كيف حتى اشوف انه عنده شويه اكل تنشوف. واللي بحلها في له هديه مقدمه من اوبتي نايز الراعي الرسمي لبرنامج هذا الموجود. فكري تاني وتالت ورابع وخامس وسادس وقرب الحلال. الصيام مأثر. يلا شدوا له حالكم. صار بده يأذن. بما انكم ما حلتوش اللغز الصعب انا بدي اشوف بدي اتحدى واحد من كفر قرع يحل هذا اللغز. بما انكم شاركتونا شكرا على المشاركة الحلوة. يا رمضان كريم في لكم هدية مقدمة من علي ابو سرية الراعي لهذا البرنامج هذا الموجود. يعطيك العافية. هلا. يتعرف على الاسم الكريم وائل طيارة. وائل شو بتساوي بهالايام يا وائل؟
اضحنا من الجول بجواء رمضان. كيف انت ورمضان اصحاب ولا؟ الحمد لله. يعني اللي بفهمه انك صايم؟ الحمد لله. وشو وضع كرة القدم في كفر قرع؟ الحمد لله. كيف وائل بيعرف يلعب؟ اكيد. شو اللي بعرفه انه لاعب محترف ففي منه هذا الاشي؟ اي نعم. شو بتحب تقول للأمة العربية؟ كل عام وانتم بخير وتنعاد عليكم بالصحة والسلامة لكل أهالي كفر قرع ولكل الأمة العربية. شكرا لك يا أخ وائل على المشاركة، فبنقدم لك هدية من البرنامج، تفضل. وهذا الموجود. تسلم. شو أخبار الحلويات؟ الحمد لله تمام. كيف هالصيام عندك؟ الحمد لله منيح. كله تمام؟ تمام. شو رأيك في أجواء كفر قرع؟ منيحة أكيد، أجواء منيحة. كل الوقت شغل هون ولا؟ شغل، تدريب، كل شيء. وشو بالنسبة للسنوكر؟ السنوكر نستنى فيك تمنك تيجينا. والله أنا بقدم في برنامج هذا الموجود وهذا الموجود، ما في وقت للسنوكر. تأتيجي هو تأيبك عندك هو فيش تيجي بنلعب. على راسي. شو بتحب تقولنا في بمناسبة هذا اليوم الفضيل وبمناسبة هذا الشهر الكريم؟ كل عام وانتم بخير، إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالصحة والسلام إن شاء الله. شكرا لك ويعطيك ألف عافية. حبيبي. مرحبا. مرحبا. شو اسمك؟ آدم. آدم إيش؟ انت من كفر قرع ولا من وين؟ من عرعرة. من عرعرة، اهلا وسهلا فيك. انو احلى، عرعرة ولا كفر قرع؟ رايك؟ نكت بعض. الثنتين زي بعض، ماشي. شو بتساوي في حلويات النطور؟ دخل كعكي. كعكي، شو المناسبة؟ في مناسبة اشي؟ عيد ميلادك. عيد ميلادك حلو، بهاي المناسبة معناها لازم نربحك اشي. وكل عام وانت بألف خير وعقبال 120 سنة يا آدم. وفي لك هدية مقدمة من حلويات الناطور الراعي لهذا البرنامج وهذا الموجود. والله العظيم ما شاء الله، خير الله تصير رمضان بألف نعمة والحمد لله رب العالمين. ما أجى رمضان إلا كلها براد، وما شاء الله شوفك ما أحلاها ذهب. والحمد لله ومن السحر ومن صوم ومن صلى، هذين رايح أصلي العصر هسه بتلهوني. قبل الله يقبل منا ومنكم، الله ينطيكم. هاي حامي على العمال، الله يجبرهم على الصغار على برا، سبحان الله. الله الله هونها، والله هونها على الشباب، والله يهديهم وصلوا وصوموا ويساووا كل شيء ان شاء الله. والله يهدي الصبايا والشباب ويعملوا كل شيء، الله يرضى عليكم. بعايد وباكل، الله يهديهم وينطيهم ويجعلهم هادين البال، ويلا يشفق على الفلسطيني ويشفق على اللي برا، اليمن والعراق والسوريين اللي بيقتلوا بعض، وان شاء الله الله بيهديهم وبحنن عليهم ويعيد عليهم ان شاء الله بتم التمام رمضان. اللي بقوله ان شاء الله. ومن كلك كل عام وانتم بخير وعيدوا عليكم بالتم والتمام، وفرحكم ان شاء الله، وانتم شباب مش خاطبين ان شاء الله تنجحوا وتخطبوا وتفرحوا باعماركم، ويهدي كل الصبايا وكل الشباب ويشفي. ونحب نقول لك رمضان كريم، وكل عام وانت بالف خير ان شاء الله وبصحه وعافيه. وهي هدايا مقدمه من هنا يا عم حاج قدم لك. الله يطيك والله، الله ريتك سالم، الله ريتك سالم. كل عام وانتم بخير، الله يرحمكم برحمته، الله يعطيكم ويرضى عليكم، ويرحم ابو رياض الله ينطيكم ان شاء الله ويرضى عليكم. الله يفرحكم وكل عام يعيدوا عليكم. صوت هالاذان هسه بستدعي لكم اخرى. شكرا لكم على المتابعه، وبنشوفكم ان شاء الله الحلقه الجاي، استنونا.